عندنا أسطورة في سيوة بتقول إن ليلة الحارس هي ليلة فرح إبليس. ليلة ما غوى أبونا آدم ونزله من الجنة. الناس الأوادي من عارف الليلة دي من كل سنة بتخبي بناتها. لأن إبليس بيختار بنت من بنات حواء بيتجوزها ويجيب منها ناس الشيطان. لأجل ما يحرس خير الأرض ويرفع رايته عليها. الليلة دي ليلة الحارس.